قصاص وكل عاودي دير مولاه باراكتو بخيو الكذب هذا كله ودينتو الخير تعرف ركابها والعود سابق مولاه في سهامتو وركوب الخير عنده شروط الطهارة والطاعة وبالفاتحة بدا قرايتو وملي بغيت تركب على العود طلب منو السماحة وقبليه من الفرقش أو من ركبتو وقرا آية الكرسي وركب بنية الجهاد وترجم الله رحمته.